بمناسبة اليوم أو بهذه المناسبة، يعني استخراج أوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان، وكمان فتح المستشفيات الشرطية على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف وصرف العقاقير أيضا بالمجان ولمدة أسبوع، يعني ما هوش يوم واحد، لمدة أسبوع لأهالينا من ذوي الهمم. معانا على التليفون دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، إزاي صح؟ كله تمام؟ كل سنة وانتم طيبين، وكلنا طيبين، وأسرهم بخير ويحققوا كل أملهم إن شاء الله. اللهم أمين، اللهم أمين. في هذا الإطار يعني، وفي هذا اليوم، وإحنا نجد هذا التوجه من الدولة، وفي الحالة دي مثلا ممثلة في وزارة الداخلية والمستشفيات الشرطية من توقيع كشف أو من صرف عقاقير، أيضا استخراج أوراق، دكتور إيمان بتشوف هذا التوجه إزاي؟ هو الحقيقه الجهات الاجهزه الدوله دلوقتي ماشيه في نفس الطريق بخطى ثابته جدا، وطبعا ده بدعم القياده السياسيه. بنشوف دلوقتي خدمات كثيره جدا على ارض الواقع بعد ما كانت قوانين نامل انها تطبق. بالفعل كل ما بيعدي الوقت كل ما بيتم ممارسه وتطبيق هذه الحقوق. فلو هنتكلم على اليوم العالمي للإعاقة ودوره، هو إذكاء الوعي أو توعية المجتمع. هنا إحنا بنقول إن ليهم خدمات موجودة وليهم حقوق، ومن ضمنها طبعا الخدمات أو اللي هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت المستشفيات والعلاج. يعني هو ده يعني أكيد حاجة في غاية الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة، هما في حاجة إلى رعاية صحية ورعاية صحية مجانية، لأنها الشخص اللي عنده إعاقة لازم يتابع ولازم يحافظ ولازم يعرف إزاي يتعامل مع الإعاقة بتاعته. كمان الأوراق الثبوتية وكل الخدمات دي تبقى صعبة في التعامل للشخص ذوي الإعاقة لو ما كانش عنده تيسيرات. يعني لازم يكون في إتاحة في هذا المكان، لازم يكون في مساعدين أو مرافقين في المكان ويدخل يعمل حاجته سريعا. وطبعا هنا خدمة مجانية بمناسبة الاحتفالات، ده يعني دعم ليهم في هذا المجال. كمان مش هو ده بس اللي احنا بناخده كخدمات، ده في كمان تخفيضات في المواصلات. دلوقتي المجلس قدر ان هو يتواصل في الشهرين اللي فاتوا مع وزاره النقل، بعد ان كانت فئات معينه هي اللي فيها التخفيض، بقى دلوقتي في تخفيض 50% على جميع فئات القطارات مع تخفيض للمرافق اذا تواجد معاه. كمان كل بقى الامور اللي احنا قلناها واكيد في معرفه بيها، هي السكن الاجتماعي او 5% من السكن اللي هو بيكون برضو في الاماكن الارضي، الادوار الارضيه علشان الاعاقات الحركيه وغيرها. في دلوقتي المترو الحقيقه متاح جدا، يعني في اسانسير وفي اسكليترز، الحاجات دي بتسهل جدا، لان المترو وسيله مواصلات سريعه وفي نفس الوقت كمان وسيله مواصلات رخيصه. فيعني في تخفيضات فيه، وفي بعض وسائل المواصلات بتكون مجانية تماما. فيعني كل دي اتاحات مهمة جدا ومكتسبات. آخر حاجة بقى أنا بحب جدا أشيد بيها هي التوطين الصناعة. يعني أنا عشان أقدر إن أنا أوصل للخدمات او انزل المجتمع لازم يكون عندي اتاحه طبعا. فالاتاحه دي معناها ان انا لازم يكون عندي وسائل زي كرسي متحرك، زي يكون قطب صناعيه، الادوات التكنولوجيه، العصا البيضاء، الكلام ده كله ده مهم جدا احصل عليه بمبالغ قليله، لان طول ما انا هستورد طول ما انا هدفع فلوس كتيره جدا، ومش ممكن مش لازم اقدر اوصل للحاجات دي لان ممكن ما يكونش عندي المقدره. وكمان ان انا اعمل الصيانه، فالصيانه دي هتبقى بتوفر طبعا مجهود ووقت على الشخص اللي ممكن يحصل اي تلف
في أي حاجة للأجهزة بتاعته، يقعد يستنى. وزي ما شفنا في الكوارث الطبيعية وكوب 27 المجلس شارك فيها بجلسة جانبية، الأضرار اللي بتكون موجودة ممكن يكون تلف أو يفقد الأدوات بتاعته اللي هو بيعتمد عليها عشان ينزل للمجتمع. فيعني إذا هفي صيانة، إحنا بنبقى هب في المنطقة العربية، نقدر إن إحنا كمان ندعم المنطقة العربية. حضرتك عارف الكوارث والأزمات صحيح. في المناطق العرب المنطقة العربية دلوقتي ووجود إعاقات، فإحنا ممكن كمان نبقى الريادة للتوطين الصناعي للأدوات. طب دكتور إيمان، ده هياخدني مسألة توطين هذا النوع من الصناعة، ده بياخدني إلى 5% للتمكين الاقتصادي، وده أنا عارف أن حضرتك مهتمة جدا بمسألة التمكين طبعاً الاقتصادي طبعاً. إلى أي مدى 5% دي مفعلة داخل القطاع الخاص؟ هي 5% مفعلة، بس أنا هقول لحضرتك على حاجة. فأنا بيهمني أنه ينزل يعمل طبعا. ال 5% ممكن تكون مستوفية، ولكن ما فيش تهيئة في المكان أو البيئة. فاحنا بنقول ان في طبعا قطاعات كتيره جدا عامله تهيئه لكبيئه يعني مناسبه للتواجد في اماكن العمل. يعني انا هتكلم بلاش، يعني كل اعاقه ليها متطلبات طبعا. فيعني الاعاقات البصريه في لازم يكون موجود حمامات، ولازم يكون موجود رامبات، ويكون موجود مساحات مناسبة للتحرك بحرية بالكرسي، ويكون في طبعا أي يعني استعدادات لأي طوارئ. يعني زي ما بنعمل إخلاء للأشخاص العاديين، نعمل صح. إخلاء برضو مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة. كمان البنوك عندنا في دلوقتي يعني نسبة كبيرة من الوظائف المتاحة للإعاقات البصرية والإعاقات السمعية، فدي حاجة حلوة إن احنا نوفر مترجم إشارة مثلا، أو نوفر برامج تكنولوجية تقدر تساعد الأشخاص دول إنهم يقوموا بشغلهم. فيعني عندنا التهيئة دي مهمة جدا في بيئة العمل، دي مهمة يعني علشان ينزل ويقدر يشتغل وفعلا يكون شريك في الوطن. صحيح. أنا بشكرك، بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.